الذي نشارك معه اليوم على أشغال هذا المنتدى، منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية في إطار فعالية الحوار بين الولاد والمرصد الوطني للمجتمع المدني على مستوى الولاية المجاهدة ولاية المغير. وسانحة أيضا سانحة طيبة أن نلتقي بفعالية المجتمع المدني مثل البلدية الثمانية المكونة للولاية، فعاليات يعكس تنظيمها الأهمية البالغة التي توليها السلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضرورة إرساء فعاليات وفضاءات منتظمة للحوار والتشاور مع كل الفعاليات، فعالية المجتمع المدني والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم والتكفل بمختلف الانشغالات المرفوعة من طرفهم. منتدانا بالنجاح والحوار الراقي والخروج بتوصيات وتدابير تساهم في تطوير التنمية في بلادنا. الآن سوف نقدم لكم منهجية المنتديات المحلية التي سوف نفتح فيها الحوار والنقاش مع السيد الوالي. شوف تحت وش كاين؟ خصصنا تقريبا السنة 2022 لتمدد مشاريع بلا في المدي معتبر صدر وسب الذي تضد غير سي سي دي حتى من بي اس دي لإعادة الاعتبار للقنوات تجمع الناس الشبكات المختلفة. ونظر في راس اسمه ما عنديش شيء أكثر من عارف كذا كنت جمعنا تكون شحال عطينا البلديات في مخصص صحي كل سكنات للبلد تحتها كي نكملوها ذيك الوقت نكونوا مهنيين نبداو نخدموا طريق اواخر الانوار كما يقولوا نعاودوا الى اخره. ولو انه بما انه السيده المديره دارنا تشخيص بعد ما خدمنا على دائره زوارد قمنا باعاده تاشيرتها دارنا تشخيص الاماكن اللي ممكن نبداو فيهم فيما يخص تحسين الحضاري. السيده المديره هنا فيها اماكن اللي خاص نبداو وسجلنا ايفيكتيمون نعاودوا الضغط تحت الخرجه تحت الحضاريه ونظروا في امام الكلمه سنصل ان شاء الله من يرد بكل المواصفات حتى للبلاصات اللي راهم في بلادنا. ربما كاين بعض الاسئله الاشجار ما نديروهاش ربما في الصحه اللي كاين كاين مجموعه تشوف سي طيب دو ديتيرميني واش لازم نعملو. مالوزمون الحمد لله على سبب ميزون يسيي دو فار كيك شوز مي نتسرعوا فيها كان الامر نتسرعوا فيها ما تلاتش بالمنظور تاع المدينه. المهم هذه بين قوسين فيما يخص تذكرت اللي في ودي الاشجار السيد ريمون اش نعطيهم بها السيد رئيس مجلس الشعب البلدي ولو انه خادمين على الريزو جو سي بلي البلديه دارت لها ريزو سبيسيال ونوتر اروزي دي مانيير اوتوماتيك يدير هنا يحب الاخر في التيوب في حاضر على السوق الدمون ونرى على الطريق الوطني رغم من درس وكان كل ما أقوم حوصل نموز مع السوق دي يكون فيه دائق ميزرج حتى واحد من يكون فيه مكان محترم كان يقول على الطريق الوطني واحد يقول لي طريق دي هو قال لي ما لون من التنتم دوبار ينظروا وين يكون فيه مكان محترم يخصوا باش يكون فيه مكان يدخل السيارات وكل الجهات هذوما يعني إزعاج أي طرف من المواطنين وعباد السكان. دونك هذا سيتم دوسي تم إدارة معاه.